مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نكمل بالإجراءات اللي بتصير بعد ما ندخل كندا. طلعنا من المطار، كل إشي تمام. وين بدنا نروح؟ خليكم بعد الفاصل هحكي لكم. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. طبعا لما نطلع من المطار في عنا عدة خيارات. في أول شغلة إنه نروح نستأجر أو نأخذ فندق. الخيار الثاني إنه نروح نستأجر شغلة اسمها Airbnb، مشهورة كتير في كندا، انك ممكن تستأجر شقة كاملة الى كل العيلة، بس كل هاي الشغلات غالية. فالحل الثالث انك تأخذ بيت الك، فيا اما بتستأجر بيت او بتشتري. طبعا انا في البداية بنصح الجميع انهم يستأجروا بيت عشان يدرسوا المنطقة، يدرسوا المكان اللي هم عايشين فيه اقل اشي سنة. الاجارات عندنا هون معظمها بترتبط بعقد لمدة سنة، الا في شغلة اسمها سب ليز اللي هي تاخذ عقد واحد اخر بدك تكمل العقد تبعه، وهاي بتكون بالمدة العقد المتبقية. ممكن تفكر فيها اذا انت حابب، بس عادة اللي بتاخده انت بتاخد شقة لمدة سنة. هلأ في عندك خيارات، ممكن تاخد شقة، ممكن تاخد بيت، كله بيعتمد على قدراتك المالية وعلى حجم العائلة او عدد افراد الاسرة. طبعا الموضوع بشكل عام اللي هو البيت مهم جدا في كندا، لانه هو بعطيك فيزيكال ادرس، يعني عنوان قانوني في كندا. العنوان مهم لكل شيء، لانه هون المراسلات ورقية بتجيك كلها على عنوان البيت، فكل مكان بتروحه بطلبوا منك عنوان منزل في كندا. طبعا عشان تستأجر بيت لازم يكون عندك، حنحكي عن هذا بحلقة مخصصة، رح نجيب مستشار عقاري يحكي لنا عن جراء البيوت وأجار البيوت عشان يشرح لكم الموضوع. في عندي فيديو أصلا في على قناتي برضو عن موضوع شراء البيوت وعدد وشو أنواع البيوت، بركن تدخلوا عليه، حط لكم الرابط تبعه في الوصف. لكن بشكل عام عشان تستأجر بيت إشي مهم إنك تفكر في المنطقة اللي حواليك، المكان اللي بدك تستأجر فيه، قديش قريب على المواصلات خاصة في البداية، قديش قريب على المدارس، بعده عن المدارس، كل هاي الأمور لازم تفكر فيها. فالآن الحمد لله الإنترنت ما خلى إشي صعب، ممكن تدخل على جوجل وتدخل على الماب وتشوف كل إشي موجود، يعني ما توقع فيها هاي مشكلة عند حدا. لكن إذا كان لك صديق أو قريب في المنطقة اللي أنت عايش فيها بسهل عليك كتير عملية اختيار المنزل. طبعا المنطقة مهمة لأنه بكون هو جنبك بيساعدك، خاصة في البداية إذا معاه سيارة بروح فيك وبيجي فيك. فاختيار المنزل إشي مهم جدا، اختيار نوع المنزل مهم، عدد الغرف مهم، واللوكيشن الموقع تبع المنزل. أنا نصيحتي طبعا في البداية إنك تستأجر بيت. أجار البيت حتى لو ما عجبتك المنطقة بعد سنة ممكن ترحل تروح تستأجر مكان ثاني أو تشتري في منطقة ثانية. لكن هذه أول شغلة لازم تفكر فيها بس تيجي على كندا، لأنه بدون أدرس بدون عنوان في كتير شغلات مش راح تقدر تسويها في الخطوات اللي نحكي عنها في الحلقات القادمة. فموضوع إن يكون عندك عنوان مهم جدا جدا، راح يكون موجود على الرخصة، راح يكون مرتبط بالبنك، مرتبط بملفك في وزارة الهجرة، في كل مكان. فنصيحة إنك تروح تفكر الآن في موقع حكينا عنه في المرة الماضية اسمه KGG، ممكن تفكر فيه. حاط لكم عدة مواقع برضو في الرابط تحت اللي ممكن تفكر أو تساعدك في إيجاد منزل للإيجار. إيجاد منزل للإيجار في كتير مناطق صعب جدا، لسبب واحد إنه ما في منازل أصلا توضع للإيجار. في الآونة الأخيرة في منطقة تورونتو، في منطقة فانكوفر، وفي أوتاوا حتى، البيوت كتير كتير قليلة بالنسبة للطلب. العرض أقل كثير من الطلب، فعشان هيك الأسعار البيوت ارتفعت.
في الآونة الأخيرة لازم تعرف قديش أنت القدرة المالية تبعتك، ولازم تعرف قديش وين لازم تستأجر. طبعا لما بتبعد عن وسط المدينة بقل السعر في معظم الحالات، مش في كلها بس في معظمها. ممكن تستعين بمستشار عقاري، عادة المستشار العقاري ما بأخذ منك فلوس كمستأجر، بأخذ أجار شهر من المؤجر. كل شيء هون في عقد، في لك حقوق وللمؤجر له حقوق. أعتقد أن الوضع واضح الآن. بعد ما نختار الشقة هنحكي في الخطوة القادمة. خليكم معنا، تابعوا القناة، اعملوا سبسكرايب شير، واقرأوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم. It's caught in the crossfire.